هاي جايز، اليوم غنعمل معكم سكين كير ديالي. دونك هذا مقشر ديال جيدا سيكريت. هذا المقشر فريمون كيحمق البنات وكيخلي البشره رطبه بزاف وكيعطي نضاره سور بلاص كما كتشوفوا. ثاني حاجه غادي نعمل من نفس الماركه جيدا سيكريت الماسك ديالو. وبالمناسبه هاد لو ديسك خديته من عند مينيسو. هاد الماسك كيرطب شفايف غزال، خديته من عند لاباج ديال كامينيا هو وهاد الماسك هادو. هاد الماسك هذا ديال اسيد ايرونيك وديال فيتامين سي. معروف الاسيد ايرونيك مفيد بزاف للبشره خصوصا ضد التجاعيد، وكذلك الفيتامين سي معروف الفوائد ديالو للبشره. دونك واخر حاجه استعملتها هي هاد السيروم ديال لايكو. هاد لامارك هادي حتى هاد السيروم خديته من عند لاباج كامينينيا من هاد لامارك جابونيز. عندهم فريمون سكين كير كيحمق. وهذا ما كان، شكرا لكم بزاف.